ما الذي صنعه علي بصناديق قريش فرفعت رجلي ليتها شلت ورفست الباب وكان الباب منحطب وفي وسط الباب مسماها صار المسمار في صدر فاطمة. فضة تقول أني ما يوم من الأيام رأيت من فاطمة دم، كل ولادات فاطمة، فاطمة طاهرة مطهرة لا ترى دم نفاس ولا دم حي، لكن يوم من الأيام جيت ودخل على فاطمة، هذه ظلامات فاطمة، هذا ما جرى على فاطمة، وهذا اللي جر النار من بعد فاطمة إلى مقتل الحسين. كل حياة كل حياة مرت من يوم إلى يوم. فاطمة بين الباب والجدار، يقول لما أحسست بفاطمة بين الباب والجدار تذكرت ماذا فعل أمير المؤمنين بصناديد قريش، رفعت رجلي ورفست الباب رفسا وكان بالباب مسمار نبت في صدرها. قولي يا فاطمة. قالت قمت للباب لكن ما علي حجاب، حسبي الرجس من لذت خلف الباب. والله عصرني وسقط المحسن ونبت المسمار، ولذلك بالضيل تبتت إليها سيدتي فاطمة يا بنت محمد، وإذا بها مغمن عليها وإذا بها تردد من تحت ثيابها، صرخت ونادت وفاطمة أفاقت من غشوتها. فضة أين ابن عمي؟ خرجوا به يا فاطمة. قال السنديني ما عن علي صبرا، خرجت من خلفهم وهي تنادي خل ابن عمي أو لا أكشف للدعاء راسي وأشكو للإله شجوني، ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني، وراحت القبرة ودت السبطين معها تمشي وهو يجري على الوجنة. سمعت ونين المصطفى يا من سمع، وحنت على القبر الشريف الصيح يا أكل الرسالة يا محمد ما تأدى أبدا ولا مولا مودة، لو ولفاني يتبعى الثاني بهدد.
وعادت إلى الدار. ومن عادت إلى الدار نظرت إلى علي وإذا به جالس، التفتت إليه دموعها جارية، ثم أخذت تعاتبه: يا ابن أبي طالب، اشتملت شملة الجنين وقعدت حجزة الظنين، نقضت قادمة الأجدال فخانك ريش الأعزال، افترشت التراب وافترزك الدباب. وإذا بأمير المؤمنين يلتفت إليها: نهني عن وجدك يا ابنة الصفوة وبقية النبوة، فإن أردت البلغة فرزقك مأمون وكفيلك مضمون، فاحتسب الله واصبري يا فاطمة. ثم التفت: عجل يا قنبر سيفي البتار، ارضى الوديعة لو اشد نار الحريق، والله يا زهر الجان شلت السيف زعلان، لفني الام الخاطر جواهز الاكوى، والله لا خلى على الملا ساعة عصير. التفتت فاطمة الى من؟ الى ام المصائب. هيأتها من هذا اليوم الى يوم كربلاء: قومي يا زينب وادخلي على ابيك. قامت زينب، فلما وصلت الى الباب جرت ما عليها من خمار. لما نظر امير المؤمنين اليها قام واحتضنها وقال: يا زينب، لا استطيع ان اراك وانت بهذه الحال. يوم بيوم يا علي، ويوم اخر هي تنادي: حيدر يا ابويا ما تجينا، وتشوف نجلونا انسبينا سبايا ونسى الدر بدينا، الا وش عدرك ما بين يوم اللي انتخي. قال: يا بنتي ما خفى وصفين منهول المصايب نصب علينا، لكن اش بيدي رايد الله لكم بالحال. جسوي مو يردي الخيمة باري عليلك والنساوي، وانت لوين تريد؟ قال الهلغرية: ما اقدر اظل بكربلاء واسمع حلوني، ما اقدر اشوف حسين مرمي فوق الرمى. ابا وصوفي الله وروح يا من الجيل عذراء، ما تقدر تشوف حسين مرمي